والإيمان بالقدر له تفاصيل، أهمها أن تعرف مراتب الإيمان بالقضاء، مراتب القضاء والقدر، وأولها علم الله جل وعلا، وثانيها كتابة الله جل وعلا، وثالثها مشيئته جل في علاه، ورابعها خلقه جل في علاه لما شاء أن يقضيه وأن يقدره من خلقه. فهذه أربع مراتب هي مراتب القضاء والقدر: العلم، والمراد علم الله جل وعلا بالكائنات قبل أن تكون، وهو علم أزلي قديم، وهو علم لا يزيد ولا ينقص، علم الله جل وعلا ولا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، فهو علم كامل تام من كل وجه من الوجوه. والعلم اللي يزيد وينقص هو علم المخلوقات، وأما علم الله عز وجل فهو علم تام كامل جل في علاه، وقد علم ما كان في الماضي وما يكون في وما يكون في الواقع وما سيكون في المستقبل، ويعلم أمرا رابعا وهو ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا من هذا الباب.